عندك؟ انت مين انت؟ انت معذب سبعي السنين دنيا سنداري اخوي العار اسكت كلكم ما عايز اسمع صوت قسم بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه السبس ما تطلعش عليه يتحسن كلها سامعين ضرب النار من هنا خليكم واقفين ايه ده زرزور سيدي فين مالك عرب عرب بنات اتكلم شفته يا عرب سيسناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقتلني وكان متخفي في عباية سناجي هموس عرع 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 أخوي يا سنار الكلب الحمد لله وبإذن الله هيطيب وهيبقى زين طمن الكبير يا كبير يا كبير ربنا نجاه ربنا نجاه يا كبير يا كبير ربنا نجاه يا كبير هو بخير بلوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدر ولطف الحمد لله وإحنا معاكم يا أخوي لحد ما نزعطوهم من النجع كله والخاينين والغدارين ما لهمش مكان بيننا واصل الله ينور عليك يا عبادي الخاينين والغدارين مالهمش مكان بالنواصل لكن القاتل لازم يتقتل يا سناري لكن همام لسه عايش يا دياب لكن عرعر اللي شاف القاتل الحقيقي اتقتل ولا عشان ما غلبان ما حدش هياخد بطارة والحمد لله قبل ما يموت فاتلنا الدليل تقصد ايه يا دياب؟ مش عباية ناجي دي؟ يبقى هو القاتل وناجي اخوي يعمل اكتاه ليه؟ مادام مفيش بيننا طار وبين البندرية اذا كان على نسمة بنتي فنسمة شريفة وعفيفة وهو قدامك اهي نسمة عايشة؟ عايشة 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 يعني مالناش صالح بقتل همام ناجي اخوي بريء من دم المسكين عرعر وقتل همام وانا كنت مع عرعر وشفت سناري وهو بيضرب النار على همام وكان لابس عباية سناجي وكمان عورني لما كنت بدافع عن عرعر كن سناري اخوي كان معايا هنا والخلق كلها تشهد احنا كفايه علينا شهاده القتيل اللي شهد على سناري ونشهد النجع كله من بحر الدم اللي كان هيعوم فيه مش بعيد يا عبادي تكون متفق مع سناري عشان توجعوا العيلتين ببعض وتعملوا فتنة والفتنة أشد من القتل يلا بينا يا أخوي دول اتفقوا علينا مش قابل ما ناخد بطار عرعر أخوي سناري يا خليه يحصل أخوك اللي من العبايدة يرمي سلاحه وخدوا كبراتكم وغوروا من هنا يلا 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 غوروا حسان يا اخوي ولادي عيلتي وعيلتك يبقوا عيلة واحدة حقك على راسي الحمد لله ان ربنا ظهر الحق مبروك عليك جواز همام ومبروك نجاته يلا يا بنتي بلاش عازة هناك دياب مشي الرجالة مشيهم وهد الفرح هطلع اطمن على ولدي أوامرك يا كبير
أوامرك. كدي عليك يا ولدي، يلي كنت هتروح حضر يا ولدي، يلي ما تهنيتش بعرسك يا ولدي. بكفاك يا خالة، ناقص تقولي يلي جوازتك كانت شوم يا ولدي. لا دي كانت جوازة زينة قوي، هو في أكثر من كده شوم يا قدام الخير؟ اقفلي خشمك يا بت واحمدي ربك على نصيبك، وخليك قاعدة بطب فرحك لما ربنا يكتب السلامة لعريسك. حزينة على طب فرحها ومش حزينة على طب ولدي اللي كان هيتجلب كفنة؟ مالك بتكلمينا كان لشان تانين فيه ولا عدوينا؟ عايزة تشينا ذنبه ليه؟ هو أنا مش مرته وفرحتي اتكسرت زي فرحته؟ بكفاياك يا عاد، حرام عليكي. اقفل خشمك يا مرة، اقفل خشمكم كلكم، اطلع برا، اطلع بتولولوا على ايه؟ اطلع برا. انا ما اقدرش اهمل اوضتي ولا جوزي. يا اختي هم ليه؟ يمكن ربنا يعافي عنه ويفك نحسه. اطلع برا. يلا يا جميله برا. انا هوامك هود معاه لحد ما يفوق. هاتيلي قعبة مرق كبيرة، لما يفوق ياكل ويتقوى. اسي فوق هو وانا واكل وخروف بحاله. هيفوق هيفوق بإذن الله، هيفوق. وإلا ثلاثة بالله العظيم أكل العبيدة كلهم نفر نفر. هيفوق ولدي هيفوق. هما مال عملية نجوزوا عليا ليه؟ هو أنا والوحدة عريس هيتصاب؟ ما لو كان مات كانوا عملوا إيه؟ الظاهر في حكاية تانية ما عارفينهاش. إيه ناقصة حماتي. أنت لسه كي عشمانة وقاعدة بطوب الفرح يا عروسة. اللي قادر يصبرك على ولدك يصبرها على جوزها. وهو مين يصبره على بلوته؟ سمع يا أمه أنا بلوة؟ وحد جاب سيرة البلاوي؟ أنت دايما متصربة على ده. أنا ما قصديش عليك أنت، أنا قصدي على نسمة بنت حساب. وإيه جاب سيرة نسمة دلوك؟ الله يرحمها عاد. لا نسمة ما ماتتش لسها عايشة، واللي ضرب الطلقة من عيلة عبادي مش من عيلة حسان.